أطالب حتى يستريح الشعب ويطمئن بأن يكون هناك جدول زمني يتم من خلاله تسليم السلطة لسلطة مدنية. هذا الجدول الزمني لا يعني تخوين أحد ولا يعني أي أمر إلا أن يطمئن الشعب على مستقبل هذه الثورة. إذا كان الله عز وجل يقول بتشكيل مجلس مدني يتفاوض باسم الشعب المصري وباسم الثورة المصرية مع المسؤولين، مجلس ليس من شأنه أن يحكم ولكن من شأنه أن يتواصل معهم وأن يوصل طلباتنا إليهم وأن يعبر عن مطالب الثورة تعبيرا حقيقيا بعيدا عن المصالح الشخصية أو الحزبية. إن هناك أحزابا الآن يمثلها بعض الأشخاص في التفاوض مع المسؤولين وهي أحزاب خرجت من تحت عباءة الحزب الوطني المنحل، لا نثق فيهم ولا يعبرون عن طلباتنا ولا يعبرون عن ثورتنا. لا بد من تجميد هذه الأحزاب مرة أخرى، لا بد من تجميد الأحزاب التي خرجت من عباءة الحزب الوطني مرة أخرى. كيف يشاركون في الحياة السياسية وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية؟ إن هذا المبنى المحروق شاهد على فسادهم وعلى كراهية الشعب لهم. هذا المبنى الذي أنادي أن يبقى هكذا عبرة للأجيال القادمة شاهد على فسادهم وشاهد على كراهية الشعب لهم. وإني أخاطبهم وأناشدهم، بأي وجه تتكلمون معنا وترشحون أنفسكم لتمثلوننا؟ أي جرأة وأي حماقة هذا؟ شخص يعرف نفسه أنه مكروه وأن الشعب يبغضه ويترشح بمنتهى البجاحة ومنتهى التحدي لهذا الشعب وهذه الثورة، لن نقبل بذلك أبدا. ويوم أن يدخل هؤلاء تحت قبة البرلمان سنطالب بحل البرلمان مرة أخرى. وإنني أوجه حديثي إلى من كان معنا هنا في التحرير، أناس نثق فيهم ونحبهم ولهم في الثورة دور عظيم، والآن ابتعدوا عنا، ابتعدوا عنا ورشحوا أنفسهم وهذا من حقهم. ولكنني أقول لهم، لماذا لا تنضمون إلينا في المطالبة بعزل هؤلاء الفاسدين وإقصائهم؟ هل هذا المطلب أصبح مطلب فئوي؟ نحن فقط من نطالب به وأنتم راضون عنه، أم أنه مطلب ثوري؟ وإذا كان مطلبا ثوريا فلماذا لا تنضمون إلينا عند المطالبة به؟ يا من كنتم معنا هنا في التحرير ممن نثق فيهم ونحبهم ولا في الثورة، لو كان يؤمن بمطالبنا واجب عليه، ليس مخيرا في ذلك، واجب عليه أن يستمر معنا في مطالبنا الشرعية التي تسمى مطالب مجتمعية. الشعب كله يطالب بعزل هؤلاء الفاسدين عن الحياة السياسية لمدة لا تقل عن 5 سنوات. أعذرهم، سنخرج لنطالب بحل البرلمان إذا وجدناهم تحت قبته. الأمر التالي، إخواننا الذين يعتصمون يوما بعد يوم لمطالب فئوية، أناشدهم الله عز وجل ألا يعتصموا في هذا الوقت العصيب. إخواني أمناء الشرطة وإخواني من كل الفئات، ليس هذا هو وقت المطالب الفئوية. لا تعطلوا مصالح الوطن، أنتم في رقابكم أمانة كبيرة، حماية هذا الوطن وحماية مؤسسات هذا الوطن. إذا كنت
بقت اللجان انتخابية. لماذا؟ الفلول المرشحون يملكون الاموال، سيشترون الاصوات ويؤجرون البلطجية ويأخذون حق اخوانكم الشرفاء في ان يمثلوا هذا الشعب تحت خطبة البرلمان، وبالتالي لا بد ان نتصدى لهؤلاء من خلال لجان شعبية. وتقف الشرطة بعيدا عن اللجان الشعبية، لا تتدخل الا في الوقت المناسب. وانادي ان ترتدي الشرطة الثياب الابيض يوم الانتخابات، لاننا كرهنا الثياب الاسود. ان ثيابهم الاسود يذكرنا بايام سوداء، يوم 25 يناير والثامن 28 يناير، يلبسوا الملابس البيضاء يوم الانتخابات ويقفون على مقربة من اللجان الشعبية لتأمين هذه الانتخابات. تعجبت كثيرا من وقفة امناء الشرطة امام وزارة الداخلية.